راديو بطبيعه الحال. اليوم غتكون فرصه برفقه هدى اننا نجاوبوا على مجموعه من الاسئله ديالكم او فينا الكرام توصلنا بها في حلقه يوم امس. ايضا غتكون فرصه باش ناخذوا معنا مجموعه من الاقتراحات ديال المستمعات الكلمات اللي توصلنا بها عبر صفحه الفيسبوك المخصصه للبرنامج واللي هي سيدتي سادتي. غتكون فرصه باش ندردشوا اليوم مع هدى على الحصص ديال الدعم في الديكور شي حاجه اللي بدات جديده، يعني يمكن الشخص انه يمشي وياخذ بعض الحصص باش يمكن يطور مهاراته في الديكور ويصمم ديكور راسو حتى الى صعبت عليه الماموريه. الى جانب ذلك غنتكلموا على لونتروتيان ديال الباركي. اليوم غنصحوا واحد الخطا فادح واللي انا براسي كنديرو معلم الله دابا شي وقع داك الباركي وكيما معليش، وانا انا بزاف ديال يعني كناخذوا غير واحد الشيفون ناشف وكندوزو على الباركي شيفون ناشف يعني شويه الماء وكندوزو على الباركي. لقيت اللي هو اصلا خصو شي قنص الماء. هادشي حال ما نحرقش المعلومات غادي نعرفوا اكثر مع هدى اليوم من خلال برنامجكم سيدتي سادتي. واليوم فقره موضه غنتكلموا على لي بالغين حذاء كل موسم واليوم درجين هذه السنه على الموضه واللي يمكن السيدات يلبسوا فيهم كيف ما بغاو. اذا هذه كلها فقرات كتنتظركم اليوم، فبقوا معنا اوفيانا الكرام في الاستماع الى حدود الساعه الواحده. غادي نسمعوا اللحظه للشاب خالد هي مع تحياتي لكريم نايتسي اللي كيرافقنا اليوم في الاخراج بشغبه المستمر. واخا ما كتعجبكش انا كنعاود نقول قولوا لنا استقبل مكالماتكم. رجع لكم أوفيانا الكرام مباشرة بعد شاب خالد. رمضان كريم ونتمنى تبقى بهذا النشاط والحيوية خلال شهر رمضان، محتاجين نشاطك وحيويتك لأنك المسائل كتنعكس على بعضياتنا يا كريم. شوية الشغب راه المليح هذا العمل. سمعوا الخالد وراجعين. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. غادي نمشي مباشرة لأسئلتكم، وأول سؤال معنا اليوم كيتطرح عليك هدى. سؤال من لاله ساره من الدار البيضاء كتقول بلي عندها صالون وسيجور محلولين على بعضياتهم. الصاله فيها 4 ديال السراجم يعني جايه فساد، فيها 4 ديال السراجم والسيجور فيه سرجم كبير. الحيوط كلهم تقريبا فيهم سراجم. اذا بغات تعرف شنو هو اللون الصباغه اللي يمكن ديرو ويبقى ستوندار اي حاجه دارتها معاه تجي معاه. دونك الدار فاش كيكونوا فيها السراجم بزاف وكبار ما خصناش نديرو فيها البيض والباش. نقدروا ماشي ما نقدروش، ولكن من الاحسن ما نديروش لان داك الضوء تيلمون كيكثر بزاف عندنا في داك لابيس كيبدا يضرنا في عينينا، كيبدا يبان الشعاع بزاف في داك البيض. دونك انا كنقترح الكغي اولا الا درتو البيض وبغيت نتو كتبغيو البيض تاخذوا لو غون بانو اللي عندكم الحيط اللي كبير وتصبغوه بالكحل، فالناس يتخلعوا من الكحل، ولكن الا درناه في حيط واحد غادي يجي لونو زوين سورتو الكحل مات. يعني تقدري دار في الحيط اللي كتكون فيه التلفازه مثلا تيجي زوين بزاف. نديروه في المات في الديور كي من الاحسن نديروا الكحل مات. في لي شوغوم اولا في لي بيغو نقدروا نديروا الكحل اللي كيبري بحال ستوكو ولا تدلاكت ولا انواع اخرى من الصباغ. اذا بالنسبه لها تقدر دير البيض وتكسر بلو نوار اولا الكغي اولا الكغي لا دارتو في الحيوط كاملين تيجي زوين بزاف. نعم. كاين سؤال اخر ليك ليك هدى بطبيعه الحال اليوم ما سميتك منى كاع ليك هدى. كتقول بلي عندها حمام فيه زليج في البيض والاسود. هذه مستمعه كريمه بطبيعه الحال ساره. فيه زليج في البيض والاسود في الحيط، بغيت تعرف شنو هو اللون تقدر دير في الارضيه. الا كان عندك سانيتير بيض خصك ولا بد دير له لون اللي غيخرجوا. دونك من الاحسن دير الكحل ولا الكغي باش يبان في الارض. دير الكحل ولا الكغي واخا يكون الحمام صغير. لا ماشي مشكل باش تبين سانيتير. الكغي راه يقدر يكون كليغ والكحل تقدر تاخذو من كاينين دابا لا طوندونس اللي ولات كنديروا لاغدواس في الحمام كامل في الحيوط وفي الارض. سي فري كو تيجي شويه تيغمق لنا ليسباس ولكن تيجي زوين واخا. يعني لاغدواس هي في اصل الكحله. كاين سؤال اخر ديال لاله خديجه من اكادير كتقول عندها صالون كبير فيه سرجم كبير دايره طامط فلورونج والبلون كاسي والمارون. داكوغ المليح فات ديرهم فلورونج والبلون كاسي. بغيت تعرف شنو هو اللون اللي تقدر دير في الخديديات والزربيه مع ان الصالون مصبوغ بالبيض. من الاحسن دير الخدادي في المارون حيت ديجا عندها ثلاثه الالوان. والخدادي بما انهم تيتحركوا بزاف وبعد ما تنتكاو عليهم يطو دونك يقدروا يتوسخوا، فمن الاحسن ديروهم في المارون. تاخذ ديما اللون اللي كيكون باين بزاف هو اللي تديرو هو اللي تاخذو في الخدادي. وبما ان عندها المارون ولورانج، لورانج اللي دارته في الخدادي بزاف يقدر ما يجيهاش مزيان، باغ كونطخ المارون الا دارته في الخدادي غيجيها زوين. وبالنسبه للزرابي حتى هما باش ما نكثروش الوان بزاف خصك تاخذ لون وديرو ديما تجمعو في 3 بياس. خص يكون ديما عندك لون واحد تعاودو ثلاثه المرات ولا اربعه. دونك كتاخذو في لي زيليمون اللي باينين بزاف وكديرو الزربيه. بما ان حنايا المغاربه ما تنتمشاو في الزربيه بزاف وما تنحيدوش صباطنا ولا هذا، دونك من الاحسن تكون مغلوقه دير ماغون.
من الأحسن. وغنمشي لسؤال آخر ديال ليلى. هاد المرة ليلى كتقول بلي عندها قفطان ديال المبرف الأسود وفيه رشيشات بالأرجنتي لون الخياطة، وكيفاش يمكن أنه يتخيط أو يتخدم؟ طبيعة الحال هنا ليلى تقدر ديرو قفطان بوحدو بلا تحساني، غيجي زوين. هو ديجا شارجي بهاد الرشيشات اللي فيه، فأحسن حاجة وانا كتخيطيه بلونه بصفة رقيقة طون سور طون، كيف ما كتقول الأخصائية ديالنا لالا خديجة الحجوجي مصممة الأزياء، فغيجي فغاية الروعة. يعني هو ديجا في هادوك البنات مازيد تشارجي، يكفي انك تخيطيه بالأسود ديالو بصفة رقيقة، او لا دير له بطبيعة الحال شوية ديال الزواق في جنيبات دبانة ولا دولار كافي بالنسبة للقفطان ديالك. بالنسبة للسؤال الثاني ديال توب مسلم فيه وريداس بلارجونتي في الأزرق الملكي ودخل فيه شوية ديال الدوغي في جنيبات، حتى هو توب لي ترو شارجي. في لا بغيتي تخيطيه سوا القفطان ديال الدار، او لا بغيتي تخيطيه بطبيعة الحال مسلم كيبين يعني تخيطو قفطان ديال الدار، يعني غتبطنيه من التحت او لا غتخيطو تكشطة، فأحسن حاجة هو انك الا خديتي تحتاني غتاخديه في اللون ديالو في الأزرق الملكي، وغادي تخيط بلونه بالازرق الملكي، لانه ديجا دوك الرشيشات اللي بالارجونتي وبالدوغي هما كافين ومعمرين وما عندك ما تضيفي ليه، كيف ما قلت خفيفه خفيفه هي اللي غتجيك في هذه الحاله ديال التواب بزوج. واخر سؤال ديال فاطمه مسرودان اللي قالت كيفاش نحافظ على القرعه الحمراء لمده طويله. اذا القرعه الحمراء بطبيعتها الا بقات في الثلاجه كتخسر، يعني ما كتبقاش مده طويله بزاف، فاحسن حاجه هو انك ما تزوجش لها الزريعه ديالها وتغشيها ببابي سلوفان او لا بالبلاستيك الغذائي، يعني تغطيها بالبلاستيك الغذائي ولا تغطيها بالسلوفان وتخليها بطبيعة الحال مدة اللي ما كتجاوز شهر ماكسيموم، يعني هذه هي المدة اللي ممكن انك تحفظي فيها القرعة الحمراء، ومع العلم انه باش ما تحفظهاش باش ما كيضيعوا المكونات ديالها. اذا هي اجوبتنا على اسئلة المستمعات الكريمات. غنمشيو ناخذ معنا بعض الاقتراحات اللي وصلنا بها عبر صفحة الفيسبوك المخصصة للبرنامج قبل ما ناخذ معنا مكالماتكم طبيعة الحال او في انا الكرام. غنمشيو الاقتراح ديال لالا بوتينة كتقول السلام عليكم، هذه طريقة باش تقوموا بتعقيم القرعي والبرطمانات في البيت. فكنا ملي كنصبو الزيتون ولا الكونفيتور ولا اي نوع من المصبرات كنبغيو نعقمو القرعي باش ما تفسدش لينا الحاجه، واليوم كتقول غتعطينا طريقه وكتمنى اننا نستافدو معها بطبيعه الحال لالا بوتينه بكل فرح. اول حاجه كتقول تنغسلو مزيان هادوك القرعي وتنديرهم في طنجره كنديرو فيها الماء حتى كيتغطاو، وتنديرهم فوق العافيه حتى يغليو. من بعد كناخذوا الغلاقات حتى هما في كاسرول وكنديروا لهم نفس الشيء، ملي كيغلاو كنطفيو العافيه كنفرشوا زيف نقي تنحطوا عليه القراعي ونخليهم ينشفوا، يعني بلا ما نزيفوهم تنخليهم ينشفوا بوحدهم. وملي تنعمروا القراعي بالحاجه اللي بغينا نرقدوها كنسدوهم ونعاودوا نديرهم في طنجره عامره بالماء ونخليهم يغلاو لمده 20 حتى 30 دقيقه، وهكذا يمكن نحتفظوا بها بطريقه مزيانه وكيبقاو القراعي ديالنا محفظين. غادي نوصلوا حنا بعض الاقتراحات ديالكم او في انا الكرام واستقبلوا ايضا مكالماتكم، لكن مباشره بعد هذا الفاصل الاعلاني قصير. ميديتال والصحة والسلامة تقدموا لكم نصائح يومية من 2 حتى الجمعة من 9 حتى 10 رفقة سكينة سلماوي ومختصين مع ميديتال والصحة والسلامة كنجاوبوا على كل أسئلتكم الصحة واحدة. ودائما حضر معنا هدى الحياني مصممة الديكور بنصائحها بطبيعة الحال وبالإجابة عن أسئلتكم أو فيئنا. قبل ما نأخذ مكالمتكم غنوصلوا النصائح اللي وصلتنا، كاين نصيحة ثانية معند لالا بوتينة كتقول ديما كنسمعوا وصفات وطرق باش نحيدوا الريحه اللي كتكون في الثلاجه خاصه الا بقات مسدوده مده طويله. في حال الا ما يعني الناس في الدار سافروا ولا تغيبتوا على المنزل، وكتقول اليوم جبت لكم طريقه سهله وكتحيد الريحه من الثلاجه في نهار، يعني في وقت قياسي. كتاخذ شويش ديال الخبز كتفزقو مزيان بالخل كديري في واحد الطويسه صغيره وتحطيه في الثلاجه ديالك، خليه نهار كامل ولا ليله كامله، ومن بعد غتحيديه وغتلاحظي بلي الريحه اختفت، وكتقول لي عجبت هذه الفكره تخلي كلمة ديال الخير والسلام عليكم. مرحبا يا لالا مشكورة. وايضا من نصائحها كتقول ان الريحه ديال الثلاجه ديالها ديما غزاله، لحيتاش ملي كتغسلها كتمسحها بما زهر وتتبقى رويحه زوينه في الثلاجه. تبارك الله عليك لالا بوتينة على نصائحك الرائعه والقيمه. ثاني نصيحه ديال لالا حياه عمر
كتقول بغينا نتخلصوا من الريحه ديال الغموليه في الحوايج في البلاكار، تنديروا كناخذوا صابون معطر بالريحه ديال التفاح اولا الورد على حسب ما بغينا، تنحكوه وتنديروه في كميمسات ما بين الحوايج فكتبقى ريحه زوينه. وايضا يمكن نديروه وسط الفوطات ديال الحمام تيخلي واحد الريحه في غايه الروعه، وبطبيعه الحال ملي كيتحك الصابون معطر تيزيد يثبت الريحه ديالو. تبارك الله عليك، مشكوره لاله حياه. ايضا اقتراحات ثانيه كتقول باش ما تلصقش لنا ريحه ديال البطيخ ولا الحوت بمواد اخرى في الثلاجه، نديروا دائما طريف ديال الفخر داخلها باش كيبقى يفصل للروائح، يعني الفخر عنده قدره على انه يفصل للروائح. مشكوره لاله حياه الاقتراح ديالك. ونمشي ناخذ معايا اخر اقتراح ديال الابتسام نافع قبل ما ناخذ مكالماتكم. الابتسام كتقول بغينا نزولوا الطبيع ولا الصداف اللي في الروبيني، سنحاولوا نفركوه بدوائر د الحامض، فالنتيجه كتكون ممتازه. تبارك الله عليك لاله ابتسام، مشكوره ومشكوره كل السيدات على الاقتراحات ديالكم دائما عبر هذه الصفحه. اكيد موسمكم افيانا كرام على ميد غاديو، لحظه غادي نستقبلوا مكالماتكم واسئلتكم. غنمشي ناخذ معايا اول مكالمه دائما على 05 22 46 72 50 51 52 او لا 05 22 43 00 09. يمكن لكم ايضا تبعثوا لنا برسائل نصيه، غتكتبوا بطبيعه الحال ماد ام او دي، خليوا فراغ وبعثوا بالرساله ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 دراهم مع احتساب الرسوم. اكيد افيانا الكرام اللي عندكم اسئله في الديكور فما ترددوش انكم تواصلوا معنا اللحظه عبر ارقامنا الهاتفيه. دائما حاضره معنا هدى الحياني مصممه ديكور، بطبيعه الحال يمكن لكم تواصلوا معنا مره اخرى على رقمنا 05 22 46 72 51 52 او لا 05 22 43 00 09. فتحياتي الخالصه لكل اوفيائنا الكرام. وغنمشيو مباشره ناخذوا معنا اولى مكالماتكم مستمعينا، وحنا كنواصلوا معكم برنامجكم سيدتي سادتي على الاذاعه القريبه منكم ماد غاديو. طبيعه الحال قبل ما نستقبل المكالمه الاولى غادي نمشيو اولا ناخذ معنا المكالمه الاولى. شي شغل اللي كيدير كريم وهذا. ناخذ معنا اول مكالمه معنا ام مهدي من الرباط. مرحبا بك لاله. لاله زيونات، اهلا وسهلا، الله يطول عمرك. صباح الورد، رمضان كريم لاله. خطي